تعمل اكل النهارده؟ عامله لك رز معمر بالكوارع المخليه. الله الله. احنا طبعا عشان الوقت والكوارع بتاخد سوا كتير جدا طبعا. انا كنت سلقاها قبل ما نبقى مع بعض. شاطره اوكي جدعه. هنقول برضو الطريقه اللي احنا سلقناها بيها. طبعا جبنا الكوارع خسناها كويس جدا وقطعناها قطع صغيره طبعا، وحطينا الميه غليت، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود، ومعانا حطينا طبعا ورق الغار والحبهان وبصل وثوم وجزر، وتمام كده وغطينا عليهم وسيبناهم يغلوا مع بعض عشان هي بتاخد اكتر من ساعه في السوا. تمام. دلوقتي هنعمل الرز بتاعنا المعمر. طب استنى ايه، وريني طب الكوارع. الله يا شمم الريحه. ايه ده، جبنا البوله بتاعتنا والرز بتاعنا جاهز، يكون مغسول كويس جدا ومتصفي. هننزل بالرز بتاعنا. الله. طبعا احنا كنا محضرين الزبده بتاعتنا طبعا. والقشطه والكريمه اللباني. تمام. هنجيب معلقه كده، هنزل باربع خمس مكعبات زبده. ما زودي كده عشان الطعم. دي كده اربعه حلوة. خمسه ماشي. عامه الزبده حلوه. لمي. تمام. وهننزل بالقشطه، معلقه كبيره قشطه. معلقه واحده؟ اه معلقه ونص. تمام تمام حلو جدا. وهننزل بالكريمه بتاعتنا نص الكميه بتاعتنا كده. ولا نحطها كلها؟ لا نص الكميه عشان احنا هنحتاجها تاني. اسمعوا كلامها بتقول ذره. كلام حلو. وهندعك كده مع بعض الزبده مع الرز مع القشطه بتاعتنا والكريمه، وبعد كده هننزل باللبن. هنقلب كويس جدا عشان نهرس الزبده بتاعتنا مع القشطه والكريمه اللي احنا حطيناها. زي ما قلبنا هننزل بقى باللبن. قلبناها وهنخش بقى بالحاجات دي كلها ونحط التوابل بتاعتنا. حلوة. وجوزة الطيب شيء اساسي ما ينفعش ما يتحطش، ورشة فلفل اسود. مش هتسر في النفس يعني؟ لا في النفس طبعا. لا طبعا. هي مش قصدي. رشة فلفل اسود ورشة بهارات. هتطلع حلوة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بهارات ديبو. معلش بقى. اه ماشي. اهو اتفضل. اكلة تتزبط كده. اوكي. معايا؟ اه. اهي. يا عيني. اهي. شايفاني؟ يا عيني بس كده. خد لي كده مكعبتين ثلاثة زبدة، ادعكهم لي جامد في الطاجن وسيحهم لي فيه. قبل ما نقلب هنقلب كويس جدا كل المقادير بتاعتنا اللي حطيناها على الرز. احط هنا إيه؟ هنا هنا هيبقى حلو والله. هنا انت عايز هنا يعني؟ اه. سلام. بس كده. هنحط بقى الايه؟ الرز بتاعنا. يلا اهو في الطاجن. انا جاهز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المصمت بقى وما اقولكيش الكوارع والفته والشوربه. الشوربه، الشوربه دي قصه تانية بتاعتها، شوربه الكوارع. طبعا. يا حبيبه. بس كده؟ احنا جهزنا طاجن الرز، واهم حاجه دلوقتي الكوارع، هناخد الكوارع بتاعتنا هنغطسها في الرز المعمر. يلا ست الكل، كوارع. اهو. يلا. السلام. تمام كده؟ تمام. التاتش الاخير. ايه التاتش؟ هننزل بالكريمه بتاعتنا. ماشي. الكريمه اللباني، اوكي؟ تحب التفاصيل هي. ايوه طبعا. هننزل كده بيها على وش الطبق. سلام. القشطه بتاعتنا على الوش عشان القشطه دي اللي هتدينا لون ذهبي من على وش الطاجن. هي القشطه دي اللي هتدي لون ذهبي؟ اه. الزبده حلوه برده. الزبده حلوه جدا. تمام احنا كده خلصنا الطاجن بتاعنا وجاهز ان هو يخش الفرن. انا دخلها الفرن. ماشي.